مساكم الله بالخير، حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي. مساك الله بالخير. يا هلا وسهلا فيك بسام، أكيد طبعا نمسي على مشاهدينا بالخير. اليوم في حلقتنا راح نتكلم عن الكثير من المواضيع اللي تدل على وعي المجتمع والجهود اللي يقومون فيها كل أفراده لدعم الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. صحيح، اليوم كل أمر إيجابي تقوم فيه عزيز المواطن وعزيز المقيم يعكس مدى وعيك وتحملك للمسؤولية في هالظروف الاستثنائية للحد من انتشار الفيروس. فأبسط الأمور وأهمها هو التزامك بالجلوس في البيت والخروج عند الضرورة فقط. بالضبط، وهذا ينعكس طبعا على الوعي من خلال ترشيدنا لاستهلاك المواد الغذائية وشلون نستغل الوقت المتوفر لنا في هذه الفترة نحن نسوي أمور إيجابية نقدر نستفيد منها. وإحنا اليوم في شهر رمضان، شهر البركة، شهر القرآن، فخلونا يعني نحرص كل الحرص على أن احنا نقضي أوقاتنا ونملأ أوقاتنا بعمل الخير وننشره. صدقتي رقية، خلكم معانا مشاهدينا وتابعوا معانا فقرات البرنامج في هذه اليوم. مشاهدينا نبتدي معاكم في جولة لأهم الأخبار لليوم، حيث رأى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد عن بعد بتقنية الاتصال المرئي. وقد أشاد سمو رئيس الوزراء بمنجزات عمال البحرين في المسيرة التنموية وبدورهم في بناء الوطن وتنميته، مثنيا سموه على جهود العمال وتنظيماتهم النقابية في تحسين بيئة العمل والمحافظة على المكتسبات العمالية التي تحققت في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكد سمو رئيس الوزراء على دعم الحكومة ومساندتها لحرية الصحافة لكي تؤدي رسالتها السامية في تنوير الشعوب ونقل الحقائق للرأي العام باعتبارها مرآة تعكس ما يموج به المجتمع. خبر آخر، أوصل الملتقى الإلكتروني الدولي لمكافحة كورونا بتوثيق التجربة البحرينية في التعاطي والتعامل مع جائحة كورونا في الأوساط العلمية العالمية، وتم إدراجها ضمن الأبحاث العلمية المتعلقة بالجائحة. وقد أكد المقدم طبيب مناف القحطاني عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بأنه تم عرض تجربة البحرين في مواجهة تحدي الفيروس بالتزامن مع عرض المشاركين في الملتقى تجاربهم الطبية في بلدانهم. وتمت أيضا مناقشة آخر تطورات الفحص وطرق التعرف على الجينات المستهدفة للفحص ومراجعة آخر الأبحاث العلمية للعلاج الدوائي وطرق العلاج في العناية المركزة. وزارة شؤون الإعلام تتبنى ثقافة التقدير للملتزمين بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتكافئ المطبقين لمبدأ التباعد الاجتماعي من خلال برنامج أنت في البيت. بالتأكيد مشاهدينا خلونا نتابع معاكم هالتقرير من كواليس برنامج أنت في البيت مع الزميل سعد حمادة. من بداية كورونا العالم كان كله يحاول أنه يخلي مواطنين قاعدين بس في البيت. البحرين
أبدعت بالإجراءات والإرشادات اللي خلت المواطنين فعلاً أنه ما يجلسون في البيت. إنزين، تلفزيون البحرين بادر مبادرة جداً إبداعية، خلك في البيت واستلم 1000 دينار. إيش تبون أكثر؟ خلونا نشوف كواليس هالعمل. يلا 5 4 3 2 1 ميوزك على الهواء شباب. تجينا الأرقام يومياً من الحكومة الإلكترونية، كل من يحمل تطبيق مجتمع واعي ويسجل فيه بياناته تروح لهم مباشرة، ويومياً يتم السحب على أرقام جديدة وإرسالها لنا، وإحنا لذلك نسجل الأرقام في التليفون لعمل مكالمة الواتساب. كثير من الناس لأنها مباشرة، البعض مثلاً تفوت هذا الاتصال، البعض يكون مو مستعد أنه هو يفتح الكاميرا، ولكن ضروري جداً أن يكون البرنامج مباشر للمصداقية وللتأكيد على ضرورة البقاء في المنزل في هذه الفترة. طبعاً الصعوبات اللي تواجهنا في مثل هذه البرامج تحتاج تركيز عالي من قبل المذيع ومن قبل يعني الكادر الفني في البرنامج، لأن تقريباً كل طلعة إحنا عندنا 5 دقائق، فهذه ال5 دقائق تحتاج من المذيع تركيز عالي، لازم يكون هو مركز، تركيز يكون 100%، لأنه يعني ممكن على الهواء تصيرنا بعض المشاكل التقنية خاصة في الاتصالات. عدد العاملين في البرنامج قليل، وهم يقومون بأكثر من مهام، وإحنا ملتزمين بالإجراءات. التعاون والتكامل التام هو اللي يدفعنا للتقدم للأمام في مواجهتنا لفيروس كورونا. اليوم برنامج أنت في البيت يأتي بتكاتف الجهود، جميع الأفراد العاملين في هذا البرنامج همهم الأول والأخير هو مصلحة الوطن والمواطن وتعزيز الصحة العامة، حيث أن هدف هذا البرنامج هو الجلوس في البيت والخروج فقط للضرورة، بتنزيلك فقط لأبليكيشن مجتمع واعي ودخولك إن شاء الله معنا في لستة الفائزين إن شاء الله بالتزامك بالتباعد الاجتماعي. اليوم هذا البرنامج العاملين عليه جميعهم من قسم العمليات والقناة الرياضية، كل الجهود تتكاتف اليوم، والجميع يخلع قبعة تخصصه ويرتدي قبعة واحدة فقط، قبعة الوطن. يعطيكم العافية، جهود جدا جبارة، والكل يشكركم ويثني عليكم. اليوم احنا دورنا كمجتمع فعلا واعي ان احنا نقعد في البيت ونلتزم بالإجراءات والإرشادات، مو بس عشاننا، عشان البحرين. تحية طبعاً لزملائنا القائمين على هذا البرنامج الجميل والهادف. والحين بعد هذا التقرير مشاهدينا ننتقل إلى الزميلة مريم بوكمال وبرنامج أنت في البيت. مساك الله بالخير مريم. مساكم الله بالنور والسرور، وهلا مرحبا فيكم بسام ورقي، ويعطيكم العافية على هذا البرنامج المتميز، وشكرا جزيلا للزميل سعد حمادة على هذا التقرير. بالفعل يعني لما تسلطون الجهود على البرامج يبين ان احنا متكاملين ومسكاتفين بعضنا بعض ونحب النجاح لبعضنا البعض. اذا مشاهدينا نرحب فيكم في برنامج انت في البيت، لمن يشعر بالمسؤولية ولمن يحس بأهمية الروح الوطنية. هذا هو وقت ترجمة الكلمات لأفعال بالالتزام بالقرارات الحكومية وإيقاف الشائعات الإلكترونية، وما ننسى أخلاقنا الإسلامية ببث التفاؤل والروح الإيجابية. البحرين بها كفاءات ومتحدين بإنجاز بإذن الله، والفوز بال1000 دينار هو إن شاء الله راح يكون من نصيب كل شخص يتم اختياره بشكل عشوائي من تطبيق مجتمع واعي، وأهم شيء يكون في البيت. فخلونا نشوف معاكم الحين من راح يكون الفائز الثاني في برنامج أنت في البيت. إذن مشاهدينا مستعدين الحين لمعرفة من هو الفائز الثاني في برنامج أنت في البيت. تأكدوا مشاهدينا أن لما أتصل أول صوت بتسمعونه هو صوتي، ما بتسمعون صوت أحد ثاني ولا بيكلمكم أحد ثاني بيقول لكم من تلفزيون البحرين يا صوتي يا ما في.
هو مو من حالات صوتي بس انه يعني ما بتسمعون الا صوتي. يلا خلنا نشوف الحين من هو الفائز الثاني ونشوف. فيلد بدينا. يلا توكلنا على الله. كول فيلد. جميل. مرة هاي ثاني يوم الحين في هاي الفقرة يصير كلها فيلد. نشوف كول فيلد. الواي فاي بس تأكدوا منه ان كل شيء اوكي. انا شفت يوسف راح الحين على السريع بحلنا المشكلة. يوسف الجفن اشكره شكر الجزيل على انه يضبط لنا يوميا الاتصالات والميرورينج، ترى مو شيء سهل. نشوف اشيك النت في شيء مع ان غيرت التليفون. غيرته. ها لحظه لا برا. تليفوني انزين سيتنج اوكي. الواي فاي انزين. طبعا تعرفون بان اذا البرنامج يعتمد على الاتصالات وتكنولوجيا وايد صكيته بنته برد اشبك مره ثانيه. شنو نصك الواي فاي وشغله صح؟ ايه صكيته وشغلته. انزين خلينا نشوف المفروض شبك الحين. ارد اسوي لكم ميرورينج. تفضلوا ميرورينج واصل. ها يلا اعيد مره ثانيه واشوف البيت الثالث. يلا بسم الله توكلنا على الله. حلو وبيرن ان شاء الله. بيرن بس ان شاء الله تردون علي فورا عشان ما تضيع عليكم الفرصه. تقدرون تشاركون في المسابقة؟ ألو؟ ألو؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مبارك عليك شهر أخوي. معك مريم بوكمال من تلفزيون البحرين. يا هلا ومرحبا. أخوي تابعت برنامج أنت في البيت؟ اي والله. اذا تم اختيارك للمشاركه في برنامج انت في البيت وعندك فرصه لكسب 1000 دينار اذا اثبت انك في البيت. نود التاكيد ان اثبات وجودك في البيت ما يعني الزامك بتصوير البيت او ان احنا نقتحم خصوصيتك. في حال رغبتك عدم التصوير ارجو منك تشغيل الكاميرا وتصوير رقم البيت وارسال اللوكيشن حالا. عرفني باسمك اخوي. احمد عيسى راشد. يا هلا والله اخوي احمد. موجود في البيت؟ اي موجود في البيت. اوكي تثبت لي انك في البيت عشان تحصل 1000 دينار. ايه يلا إيه تختار. اثبت لكم واطرش لكم الصوره والله. ايه افتح افتح الكاميرا وصور لي رقم البيت. شغل الكاميرا دي. اوكي صور لي رقم البيت. مو ضروري تطلع لي شيء من البيت بس طلع لي رقم البيت وطرش لي دايركت اللايف لوكيشن عشان اطابق المعلومات. وطبعا الاخوان في الجهات المختصه راح يتاكدون من جميع المعلومات. اذا كانت المعلومات صحيحه راح تدخل لك ان شاء الله او يدخل لك المبلغ في غضون كم من يوم خلينا نقول لان احنا تونا في البدايه. ان شاء الله خير ان شاء الله. يلا انطرك اخوي. هي. اوكي. أو اين ذهب؟ لقد أغلق الخط. ما هذا؟ بيت ثلاثة هو صح؟ يمكن بيتصل لي فيديو ولا شنو؟ أنا قاعدة أرد أتصله. هلا أخوي. طرش والله. لا طرش لي افتح فيديو طرش لي وصور لي رقم البيت. أوكي يلا. يلا كاه شغل الفيديو. هلا اخوي. كاه رقم البيت عندكم؟ يا هلا. يا جماعه سجلوا رقم البيت. والحين طرش لي لايف لوكيشن وانت ملتزم قاعد في البيت؟ اوكي ان شاء الله. اخوي.
شلون طرش اللوكيشن؟ والله ما اعرف حق لين صكيته في انك تطرش لوكيشن، ففي لايف لوكيشن، في اوبشن لايف لوكيشن. لايف ايه احنا بعدين الكنترول بيردون يتصلون لك الحين بعد ثواني، اذا ما عرفت الطريقه بيعلمونك شلون تطرش اللايف لوكيشن. تمام أوكي. عليك شكرا. بالعافيه الالف تمام. دينار والله يحفظكم ان شاء الله. شكرا شكرا اخوي. اذا حصلنا الحين الفائز الثاني بالألف دينار، يعني فازوا الآن معانا فائزين، باقي لنا ثلاث فترات نطلع عليكم حتى منتصف الليل، شوفوا متى راح نطلع لكم، خلكم ستاند باي ويانا، تابعوا تلفزيون البحرين لمعرفة جديد أنت في البيت، والحين نرجع لبرنامج مجتمع واعي لكن بعد هذا الفاصل. تواصل الإدارة العامة للمرور جهودها خلال شهر رمضان المبارك بنشر الدوريات في مختلف أنحاء المملكة في سعيها للمحافظة على أرواح المواطنين والمقيمين وعودتهم إلى أهلهم سالمين. بالتأكيد بسام، وعن عمل دوريات المرور في شهر رمضان وجهودهم، يسرنا يكون معنا السيد صلاح شهاب مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور، والنقيب خالد بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور. مساكم الله بالخير ويا هلا وسهلا يا هلا وسهلا فيكم في برنامجنا. أستاذ صلاح، يعني في مؤشر يعكس الالتزام المجتمعي بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، إدارة المرور أعلنت عن إحصائية مفادها انخفاض الحركة المرورية بنسبة 90% الفترة الصباحية و85% في الفترة المسائية. لما نوقف عند هذه الإحصائية، شنو هي القراءة اللي ممكن نحن نقراها من خلال هذه الإحصائية؟ طبعاً نشكركم على الاستضافة في البداية ونقول لكم كل عام وانتم بخير. بالنسبة للإحصائية فيها العديد من المضامين والرسائل اللي نفتخر فيها ونعتز فيها في مملكة البحرين، على رأسها وأهمها ثقة المواطنين في القرارات اللي اتخذتها قيادتنا الحكيمة بقيادة سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. يمكن التدرج في تنفيذ القرارات اللي جاءت من اللجنة التنسيقية أعطت الطمأنينة والهداوة عند المواطنين والمقيمين، ما حصل هناك أي تهافت على المحلات التجارية أو المواد الغذائية في الأحياء المختلفة من محافظات المملكة، وهذا اللي انعكس بشكل مباشر على انخفاض الحركة المرورية بشكل عام في مملكة البحرين. بالتأكيد يعني برغم انخفاض الحركة المرورية إلا أن أيضا جهودكم لا زالت يعني متواصلة وكافة المحافظات وكافة يعني الطرق والشوارع في مملكة البحرين. نقيب خالد، يعني تم تعميم خدمات إلكترونية كثيرة من قبل الإدارة العامة للمرور، يعني إيش كثر ساهمت هذه الخدمات في تعزيز التدابير الاحترازية لمكافحة كورونا؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم استضافة ومبارك لكم حلول شهر رمضان مبارك، عاد الله إن شاء الله على الأمة الإسلامية باليوم والبركات. طبعا مملكة البحرين من خلال لجنة تنسيقية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله اتخذت قرارات هي محل إشادة أممية، وأصبحت مملكة البحرين ولله الحمد نموذج في التعامل مع فيروس الكورونا والتصدي له ومنع انتشاره. وأعتقد أن أهم مبدأ رسخت اللجنة التنسيقية هو مبدأ التباعد الاجتماعي، لعل أفضل طريقة أو خير شاهد لهذه العملية هي من خلال المعاملات الإلكترونية عن بعد. نعم. بإمكان الشخص أنه يؤدي معاملته عن بعد وهو جالس في بيته، باعتبار أن التباعد الاجتماعي هو الخط الأول، الخط الدفاع الأول لمنع انتشار هذه الفيروس. بالتالي إدارة عامة المرور باعتبارها إحدى من خلال وزارة الداخلية باعتبارها إحدى منظومات الحكومية اتخذت هذه الإجراءات للحد من انتشار هذا الفيروس من خلال أتمتت خدمات التحول الإلكتروني. بإمكان الشخص وهو جالس في بيته أنه هو يؤدي خدمته بكل يسر، ليس بهذا بكل جودة وبكل سرعة بكل طمأنينة. طبعاً التباعد الاجتماعي يحتم عدم اللي هو عدم التجمع والاكتظاظات، بالتالي هاي المعاملات حققت هذه المبدأ ولله الحمد
الشخص بمأمن من هذه الفيروس وبإمكان أن إنجاز معاملته وفي أي مكان كان. نعم. لما نتكلم يعني سيد صلاح عن المنصات الإلكترونية وعن المعاملات الإلكترونية التي صارت هي الآن تحكم يعني جميع المعاملات، لابد أن هي تعمل بكفاءة وبجودة عالية عشان قد ما نقدر أن تعمل هذه المعاملات بالشكل الصحيح اللي تخدم المواطن. لكن في حال مثلا لو صار في مشكلة مثلا فنية، مشكلة عرقلت المواطن عنه هو يتمم عمليته الإلكترونية، هذه شلون يتم التعامل معهم؟ طبعا ولله الحمد يعني احصائيات العام 2019 اكثر من نصف مليون معامله الكترونيه، ما وجدنا نسبه هناك الاعطال مؤشرات يمكن ما تتجاوز النصف في المئه وغير مرتبطه بالخدمات بشكل مباشر اللي تقدمها الاداره العامه للمرور بكثر ما هي مرتبطه بخدمات اخرى كمدفوعات او امور مرتبطه بملحقات ماليه مرتبطه بالمخالفات المروريه او كانت في ظل التسجيل او معاملات اخرى في تطبيق الخاص للاداره العامه للمرور او من خلال بوابه الحكومه الالكترونيه. طبعا يتم التعامل مع اي مشكله تواجه اي مواطن من خلال الاتصال بالبريد الالكتروني، هو موضح في التطبيق وايضا كذلك من خلال الحكومه الالكترونيه. لكن بشكل عام ما وجدنا اي اعطال تاثر على سير عمليه المعاملات الالكترونيه اللي هي تاثر بشكل مباشر في تعطيل الخدمه ان تمنع من التواجد في الاداره العامه للمرور. وان كان هناك استدعاء للحضور الشخصي للاداره العامه للمرور فالاداره العامه للمرور ترحب فيه في اي وقت وفق الاجراءات اللي حددت الاجراءات الاحترازيه في مواجهه فيروس كورونا، من ضمنها الحجز المسبق من خلال تطبيق سكيب لاينو لتحديد الوقت المحدد والتقليل من التواجد في مبنى الإدارة العامة للمرور من قبل المراجعين. ممتاز. يعني الأمانة يعني إدارة العامة للمرور يعني يشهد لها بأن هي من أوائل الجهات اللي يعني استخدمت المنصات الرقمية، وهذا شيء جميل. وأنا يعني هاي يقودني لسؤال نقيب خالد، يعني شنو هي الخدمات الإلكترونية الأكثر استخداما من قبل الجمهور وشلون ينعكس على أداء عملكم في الإدارة؟ والله الحمد بقراءة للإحصائيات نجد أن أكثر خدمات تقدم حاليا إلكترونية، ولعل تصريح سيدي سعادة مدير عام الإدارة العامة مؤخرا في القفز في إنجاز المعاملات الإلكترونية في أزيد من 40 ألف معاملة خلال أسبوعين لهو دليل على وعي الجمهور في استخدام هذه الأداة والآمنة للحصول على الخدمة. لكن لو تطرقنا لأهم الخدمات أو أكثر خدمات طلباً، لعل هي أربع خدمات: هي تسجيل شهادة التسجيل اللي هو البيج، وتسجيل رخص القيادة، وطلب الامتحان الفني أو الامتحان العملي للحصول على رخصة قيادة، ودفع مبالغ الغرامات في المخالفات المرورية. أكثر الخدمات طلباً من خلال الأرقام. ممتاز. يعني حتى يعني أعتقد عندكم بعد بعض المبادرات التحفيزية للناس، لكن إحنا يعني لو نتكلم عنها رقي، يعني في مبادرات تحفيزية قامت فيها الإدارة العامة للمرور. أكيد طبعاً. يعني إحنا لما نتكلم عن هذه المبادرات سيد صلاح، إحنا دائماً نشوف أن الإدارة العامة للمرور جاهزة، ويعني دائماً عملها يكون محل تقدير أكيد من قبل الجميع. لكن إحنا اليوم نتطلع إلى مزيد من هذه المبادرات اللي تسهم في استخدام الإلكتروني للخدمات. دائماً نتكلم عن الجائزة الأسبوعية للخدمات المرورية. طبعاً الجائزة الأسبوعية أطلقناها العام اللي فات بدعم القطاع الخاص كنوع من الشراكة المجتمعية اللي تطلع إلى توطيدها دائماً لإدارة العامة للمرور. الجائزة إذا لما نتكلم عن الجائزة فإحنا نتكلم عن التسويق، فإذا وصلنا لمرحلة التسويق معناته أن إحنا أتممنا الأشياء الأساسية للخدمات الإلكترونية، وهي فعلاً للإدارة العامة للمرور شكلت بنسبة 80% من خدماته الإلكترونية. نعم. واليوم احنا ماضيين في مرحلة التسويق ودفع للمزيد من الجمهور للتعامل إلكترونيا معنا. لله الحمد بناء على الخطة الاستراتيجية هذه الموضوعة في الانتقال من المعاملات اليدوية إلى الإلكترونية، اليوم احنا في ظل ما نشهده من أزمة حالية في التعامل مع فيروس كورونا ما واجهنا أي إشكالية في تقديم الخدمات. نعم. فهذه كان عنصر إيجابي لنا ويعطينا المزيد لتقديم خدمات أكثر عبر منصات الإلكترونية. جميل. ممتاز. يعني هذه بعد يقودني لسؤال آخر نقيب خالد، يعني فيما يتعلق ب
يعني حسب علمي هناك خدمات ايضا تتطلب، يعني خدمات استثنائيه خلينا نقول تتطلب حضور شخصي، هل هناك ايضا في الاداره تدابير احترازيه لمثل هذه الخدمات اللي تتطلب حضور شخصي من قبل الجمهور؟ طبعا بتظل هناك بعض المعاملات تتطلب نظر لطبيعه القانونيه وطبيعه الاجرائيه الحضور الشخصي. الاداره العامه للمرور تطبق كافه التدابير اللي قررتها لجنه التنسيقيه من خلال فريق البحرين، واللي هي في حد ذات بروتوكول طبي عالمي للحد من انتشار هذه الفيروس، من خلال التعقيم المستمر لكافة مرافق الإدارة العامة للمرور دورياته بشكل دوري يومي. أيضا طبقت مبدأ التباعد الاجتماعي من خلال المعاملة، أي زار الإدارة العامة للمرور لا حدود بينه وبين الموظف أو بينه وبين زميله المراجع الآخر من خلال خطوط أرضية وشرطة أرضية، تحقق مبدأ التباعد الاجتماعي. وايضا الاداره العامه للمرور نفس ما نوه الاستاذ صلاح وقال الاداره العامه للمرور هناك فرز في الحضور، فلا يحضر الاداره العامه للمرور الا من خلال اخذ موعد مسبق ومن خلال تطبيق سكيب لينو. بالتالي هذا ايضا يحقق مبدا التباعد الاجتماعي ويحقق مبدا الفراغ بين المعامله والاخرى، بالتالي لن يكون هناك في قاعاتنا لله الحمد اي اكتظاظ او اي تجمعات. المعاملة تتم بكل يسر، هناك تباعد اجتماعي وهناك حضور قليل، كل هذه التدابير تتخذها الإدارة العامة طمأنت كل المراجعين في أن كافة خدمات تتطلب حضور شخصي آمن والحمد لله. ممتاز، يعني الخدمات طبعا خصوصا فيما يتعلق بأخذ الموعد المسبق هذه بحد ذاته ينظم العملية أكثر ويحد من الاكتظاظ مثل ما تفضلت. أكيد طبعا. مشاهدينا، يعني رجال وزارة الداخلية بمختلف مديرياتها يعملون على مدار الساعة الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين كذلك. وفي الوقت اللي احنا طبعا نكون فيه مرتاحين في البيت وناكل الفطور ومستانسين ما بين أهلنا، يواصل رجال وزارة الداخلية عملهم بكل تفاني لأجل الوطن. مشاهدينا، زميلنا عمار العماري رافق رجال إدارة العامة للمرور في وقت الإفطار للإطلاع على سير عملهم في شهر رمضان. نشوف التقرير ونرجع. ما إن يحين مغيب الشمس عن البحرين إلا وهناك من هم يرابطون على خدمة وطنهم وأمنه وأمانه، فلا يعرف إنجاز العمل وأداؤه أوقاتا معينة لدى رجالات وزارة الداخلية، ومنهم الإدارة العامة للمرور، حيث يتواصل عملهم في المحافظة على أرواح الناس وعودتهم إلى أهلهم سالمين. هذا حفاظاً على سلامتك. Yes, go home, drive safely. الجميع يستلم وجبة الإفطار. رسالة واضحة عندك. كسر للصيام فقط هو على جادة الطريق بحلول أذان المغرب، لا يأخذ دقائق معدودة. سألين الله أن يتقبل صيامهم ليستكملوا بعد ذلك قيامهم بواجبهم على أكمل وجه. احنا دورنا في هذا الوقت في شهر رمضان يعني نركز على الوقت اللي ما قبل الفطور وبعد الفطور، يعني نركز عليه أكثر شيء، نتجنب الحوادث اللي تصير والمخالفات اللي تصير، نحافظ على سلامة الناس إنه يردون البيت سالمين. وفي كل أرجاء المملكة تواصل دوريات المرور انتشارها في هذه الأوقات خدمة للناس ولتذليل الطرقات أمامهم من أي عائق يعكر صفوها ليهنأوا بين أهليهم في أيام الشهر الفضيل. حقيقة يعني جهود كبيرة أكيد يقومون فيها رجال وزارة الداخلية بجميع إداراتها، ويعني وإحنا نتكلم عن هذه الجهود أيضا مبادرة شكرا اللي نظمتها الثقافة المرورية كان لها أثر جميل جدا، لو نبي نتكلم عن أثرها في تعزيز مستوى السلامة المرورية أستاذ صلاح. الحمد لله رب العالمين، يمكن مبادرة شكرا حسب ما صرح فيها العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور في انخفاض مستوى المخالفات لنسبة 22% لعام 2019، كانت مبادرة شكرا جزء أو عامل مؤثر في عوامل انخفاض المخالفات هذه. الحمد لله حققنا الأهداف اللي وضعت لمبادرة شكرا، وهي تكريم السواق الملتزمين وهي الفئة الأغلب اللي تعامل وياها الإدارة العامة للمرور. الفكرة منها هي تكريم الملتزم والشد بيد المخالف نحو الالتزام في لغة جميلة إيجابية تعطي بالمزيد من التفاؤل
اليوم لغة استخدام الطريق يعني لغة جميلة في الوصول لمقاصد الواحد يمكن يقضي فيه حاجات اليومية أو يمكن يرفه عن نفسه. فالحركة المرورية لها منظور لما الواحد يلتزم فيها يكون منظورها إيجابي يعود عليه في النهاية بالأمن والسلامة عليه وعلى مستخدمي الطريق في نهاية الأمر. إن شاء الله المبادرات متواصلة وفي مبادرة قاعدين نشتغل عليها قيد الدراسة وإن شاء الله راح يتم عليها في الإعلان عنها في الوقت المناسب. شوف ما شاء الله التحفيز والتقدير ويعني والشكر والثناء يعني هو السائد في عندكم في الثقافة المرورية. الله يعطيكم الصحة والعافية. يعني نقيب خالد أيضا مدرسة تعليم السياقة محاضراتها تحولت إلى محاضرات إلكترونية عن بعد مرئية. يعني لو تحدثنا أكثر عن هذا الجانب، هل حقق فعلا الهدف المنشود من وراء يعني المحاضرات التوعوية اللي هي تسبق عملية التدريب طبعا، وهل ممكن يستمر هذا الأمر إلى ما بعد كورونا أيضا؟ والله الحمد، يعني إدارة عام المرور تمتلك استراتيجية بعيدة المدى في أتمتة خدمات التحول الإلكتروني أو التحول إلى الإدارة الذكية أو الإدارة الإلكترونية، والمحاضرة ليس إلا جزء من الخدمات اللي ستتحول فيها الإدارة عام المرور، وإن كانت وليدة الموقف بس الإدارة عام كانت على استعداد مسبق لهذه الأمور، وبالتالي جاء الموقف وهذا الموقف حفز وسرع هذه الإجراءات بناء على التوجيهات اللي صدرت. والله الحمد يعني مملكة البحرين تملك من القاعدة التشريعية والقاعدة المعلوماتية ما تؤهلها لإنجاز كافة خدمات إلكترونية، وستستمر الإدارة العامة في تقديم كافة خدمات بإضافة إلى باقي كافة الأجهزة الحكومية. نعم. والله الحمد جزاكم الله خير، شفناها من استعدادها من صدرة التعليمات تحولت في لحظة إلى إنجازات كافة خدمات إلكترونيا. هذا دليل على أن نملك القاعدة اللي تؤهلنا لهذا الشيء. حاليا الإدارة عم تدرس من نواحي التشريعية ومن نواحي الفنية إنجاز كافة خدمات إلكترونية، وهذه الخدمة ليست إلا إحدى الخدمات التي ستتحول فيها الإدارة عامة المرور إلى الإدارة الإلكترونية والإدارة الذكية إن شاء الله. صحيح، يعني إحنا لما نقول ونتكلم عن هذا التحدي نقول هو يمكن تحدي كبير، ولكن بين أيضا إمكانيات كبيرة عند مملكة البحرين وأبناء مملكة البحرين اللي دائما إن شاء الله يعني إحنا نكون في أمن وأمان، لأن كلنا نعمل لأجل البحرين. إحنا سعيدين جدا بوجودكم معنا، وطبعا نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على كل ما تقومون فيه من مجهود. سيد صلاح شهاب مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور، نقيب خالد بوغيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لكم. شكرا. نتابعين معكم مشاهدينا، ولكن من بعد هذه الفاصل. قسما ووعدا نصون ونحمي البلد، ملكا وحكومة وشعبا، أرضا وجوا وبحرا. البحرين أمانة في أعناق رجال الداخلية، خدمة المجتمع من القيم الأساسية، جيلا بعد جيل ينقل رجالها عهدا ورسالة، العمل بإخلاص وتصميم على أمن المواطن والمقيم. مشاهدينا ننتقل إلى زميل بسام الحين واللي راح يستعرض آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسام. شكرا جاية. مع الاستعراض اليومي لآخر إحصائيات اللي تصدرها وزارة الصحة، إحصائيات اليوم الاثنين 27 أبريل 2020 بلغت الحالات القائمة 1497 حالة، وضع الحالات المستقرة منها 1495 حالة، فيما يبقى شخصين تحت العناية اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما المتعافين فيبلغون اليوم 1218 حالة للمتعافين، نسأل لهم. وطبعا أما الوفيات فبلغ حتى اليوم
وفيات، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. وقد أجرت مملكة البحرين فحوصات مختبرية لأكثر من 107,000 حالة، وهي النسبة التي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم الاثنين في مملكة البحرين رصد 76 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 51 حالة لعمالة وافدة، وثلاث حالات لمخالطين، وسبع حالات لقادمين من الخارج، وتعافي 29 حالة. هاي كل اللي عندي اليوم، وعودة لشرقية. يعطيك العافية بسام، وطبعا أكيد إحنا دائما ما نملك إلا نحن نقول الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها ويديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه. من الطبيعي أن الإنسان يمر في مرحلة استثنائية أو تصير بعض الظروف الغير متوقعة، راح يقوم بعمل بعض التصرفات الغير مدروسة أو مثل ما نقول عنها الغير منطقية من الأساس. لكن الأكيد مو بهذه النتيجة المشكلة، المشكلة تكون إذا في استمرارية في هذه التصرفات. بالتأكيد درقية، اليوم يعني يجب أن يكون هناك وعي أكبر داخل الأسرة يمنع استمرار مثل هذه التصرفات. ولا ننسى طبعا أن يجب على الآباء والأمهات في هالفترة بالذات أن يكونون خير قدوة لأبنائهم، والتعامل بحكمة في استغلال أوقات الفراغ، والحديث أكثر عن الوعي المجتمعي من ناحية استهلاك أو من ناحية الثقافة الاستهلاكية للمواد الغذائية وأوقات الفراغ وكيفية التعامل مع هالظروف الاستثنائية. يسعدنا يكون معنا الدكتور بشر موفق، خبير في الاقتصاد والتمويل الإسلامي. مسي عليك بالخير دكتور. مساء النور، يا هلا وسهلا، حياكم الله جميعا. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. طبعا حديث الساعة الأمانة هو يعني التكيف مع الظروف، الثقافة الاستهلاكية لربما يعني تغيرت خلال هذه الفترة مع يعني إغلاق المحلات، وكذلك أيضا مع التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات هذه اللي قاعد نمر فيها. يعني هل حسيت فعلا يعني الوعي بدأ يزداد عند الناس، بدأت تتغير الثقافة الاستهلاكية عند الناس، ولا في عندك رأي آخر؟ جميل السؤال، وايد حلو. ينم عن متابعة لتغير السلوك الاجتماعي. السلوك الاجتماعي مثل ما تفضلت الأستاذة رقية والأخ الله يحفظك في بداية الحوار أو في بداية التقديم، أن الأزمات لها دور في صناعة الوعي، في زيادة مستويات الوعي أو تخفيضه. لو نشوف على سبيل المثال أغلب الناس في تعاملهم مع السلع الاستهلاكية والسلع الغذائية، أول ما شافوا كورونا خاصة بعض الدول اللي سوت حظر تجول كامل، قالك لا أخاف من حظر التجول، روح واشتري كل شيء. يروح ويحط فيها القاري اللي يحتاجه واللي ما يحتاجه، اشترى شيء قد يكفيه 6 شهور قدام، وفي أشياء تكون صلاحيتها 3 شهور يعني بتنتهي قبل لا تحتاجها. لكن ما كان في دراسة تحت ضغط أزمة وأزمة وأزمة وجائحة. لكن لاحظوا بعد ما كان هناك إجراءات حكومية خاصة اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد جزاه الله خير، الله يحفظه ويحفظ الإخوة الكرام في الأعضاء في اللجنة، كان هناك تدرج في الأخبار. رقم 2 كان هناك تعامل متزن، ما كان في تخويف. صحيح. لا كان في اخبار واقعيه. كان في تعامل يعني شفافية. واقعي وشفافي، ما في روع عند المواطن، هو هذه ما في ترويع. ولذلك لاحظ بعد اسبوعين بدا الضغط على المواد الغذائيه، ايش يصير فيه؟ يقل.
ينخفض. ازداد الوعي. ازداد الوعي، بدأ الوعي يزداد. بالعكس البعض اللي كان مشتري كميات كبيرة صار يعطي الجيران، يعطي الأهل المحتاجين. ما له داعي تشترون، ترى عندنا وايد والحمد لله السوق مليان، المخزون الاستراتيجي للدولة موجود. فلذلك الحمد لله هذا لا شك رفع مستوى الوعي. جميل دكتور. يعني الحين احنا وانت قاعدين نتكلم فعلا وقاعدين نشوف في برنامجنا، يمكن في برنامج مجتمع واعي، انه بالفعل صار في تغير في النمط الاجتماعي عند الناس، صار في يعني التزام في التدابير والاجراءات الاحترازيه، كثير من الامور الحمد لله تغيرت عند المواطنين. لكن يبقى السؤال والتحدي الاكبر، شلون انا اغير النمط الاستهلاكي داخل الاسره؟ داخل الاسره بعطيكم عدة أشياء مهمة الواحد ينتبه لها. الأزمة ساعدت على الانتباه لها. أول شيء الواحد يحدد وين الأولويات عنده، ولذلك نجد في فترة الأزمة هذه، أزمة كورونا، بدأ البعض يراجع أولوياته، يعيد هيكلة الاستهلاك. أنا ترى أصرف وايد على صالون، أصرف وايد عشان غسيل السيارة، أصرف وايد، الحين ما أحتاج السيارة، ولذلك هذا الليك شو بيصير فيه؟ بيوقف. صحيح. هناك جوانب من التسربات اللي قاعدة تاخذ من الدخل ومن ما قاعدين نحس فيها كنا ونشوفها يمكن أساسية في حياتنا، يمكن لأن الدخل موجود، يمكن لأن بنطلع وايد وما حد يقدر يسويها. إيه؟ أما الآن لا، صار الواقع يفرض علي أنتبه لها. ولذلك بدأنا ننتبه شو الأشياء اللي فعلا ممكن أستغني عنها، شو الأشياء اللي ممكن أجلها. على سبيل المثال تعالي الأطفال اللي متعود الولد كل يوم لازم يروح المقصف في المدرسة ويشتري، الحين ما في مقصف. هل معناها لازم كل يوم يروح البرادة؟ لا، مو لازم تروح البرادة، بالعكس نحن بنحافظ على العزل المنزلي وتباعد اجتماعي، التزم بالقانون، اقعد في بيتك، التزم بهذه التعليمات العامة. فهذا بالعكس الآن هذا إذا شجعنا على تقليل الاستهلاك، زيادة الوعي. قبل لا أدخل الحلقة كنت مع أحد الضيوف الكرام قال لي الآن في هذه الفترة حسيت بوجود فائض بإمكاني أني أعلم العيال، تعالوا يا جماعة عشان بعدين في المستقبل نسوي لنا مشروع إنتاج صغيرون. نعم. من خلال الفائض في هالفترة. تفضل. ممتاز. يعني حتى من ناحية لو نذكر القرارات، قرار اللي هو تأجيل القروض. صحيح. يعني أعطت يعني ساهمت نفس شوي عند المستهلك أو عند الناس أنهم والله يعيدون ترتيب أولوياتهم. حتى ثقافة يمكن للإدخار يعني أتوقع يعني راح تزيد خلال هذه الفترة. أنا ادخرت. الحمد لله. يعني هو الدخار صاير الدخار تلقائي. صحيح. يعني الواحد يشوف روحه أنه والله نهاية الشهر يعني مصروفات يعني كان يصرفها في السابق قلت عند هذه المصروفات، فالادخار صاير يعني تلقائي. إحنا عاد نبي نستمر في هذه الثقافة. جميل. ثقافة الادخار. هذا أكيد. هذا مهم أن نحن حتى الجوانب الادخار التلقائي اللي كما سميت الله يحفظك، حتى هذه المهم أن نحافظ عليه. أنا مو باكر أشوف قدامي الدخار التلقائي عيل إذا رجعت حركة السفر يلا على طول نضيعها بدال السفرة ثلاث سفرات، بدال السفرة أربع سفرات، إذا ضيعت بعد الدخار التلقائي. هذه نيتك يمكن بعد الهواء. ولكن لاحظوا عشان أيضا نحافظ على هذا السلوك الادخاري لازم أكون أنا كأب. صحيح. أو كأم نكون قدوة للعيال. أكيد. يعني مو معقول أقول للولد ادخر ولا تروح البرادة كل يوم، لكن كل يوم شايفني رايح البرادة وياه. طيب إيش دعوة؟ إذا لازم الواحد يكون يتمثل هذه الأشياء والمبادئ في نفسه، هذا سيساعد الطفل على التعلم بشكل أكبر. يبتدي عند الوالد وبعدين عند الأولاد. أكيد. هذا أكيد. لازم يكونون قدوة بالتأكيد. يعني إحنا ندعوك طبعًا، عندنا تقرير الزميلة شوق العثمان عدت لنا التقرير التالي، نتابعه وراجعين لاستكمال حديثنا مع الدكتور بشار موفق. طمنونا وحنا ارتاحنا وقالوا له 6 اشهر قدام كل شيء متوفر والحمد لله ومشكورين يا حكومتنا وما قصرتوا. رب ضارة نافعة، فيروس كورونا خلق عندنا توجه فكري آخر وتحول فكرنا من تفكير مضر بالاقتصاد خلال بداية التحدي الصحي والتخوف اللي صار إلى تفكير نافع بسبب طمأنة الحكومة للمستهلكين والجهات المعنية بالأمر وتوضيح توافر الأغذية بكل شفافية. التعامل الاستهلاكي في بداية التحدي كان ضار من خلال تكديس الأغذية والشراء الغير مدروس، وبدأ يتحول الوضع إلى نافع مع بدء الوعي المجتمعي من خلال الدور الحكومي الكبير. تأثر الأفراد بهذا التفكير النافع بشكل إيجابي وانتقل هذا التأثر للمجتمع
من خلال الاطلاع على الحقائق المالية والاقتصادية اللي كانت تنشرها الحكومة في كل فترة وتعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي. هذا التحدي الصحي أخذنا منه إيجابيات كثيرة، مثل تقليل ميزانيات بعض المصروفات وإعادة هيكلة الاستهلاك وإدارة الميزانية، وحولنا المحن إلى منح نستفيد منها بعد عودتنا بكامل صحتنا إلى حياتنا المعتادة قريب إن شاء الله. مستمرين معكم مشاهدينا ومع ضيفنا في الاستديو دكتور بشر. دكتور، يعني يمكن قبل التقرير كنا نتكلم عن الميزانية وشلون ممكن ان احنا نعيد ترتيب اولويات الصرف عندنا. نبي نتكلم اكثر في هذا الجانب لانه فعلا جانب اساسي. اذا اليوم انا قدرت انظم عملية الصرف وعملية الدخل هذه في البيت كأسرة، بقدر حتى يعني في امور مستقبلية ثانية، في امور اكبر بعد انظمها. فخلينا نتكلم عن هذا الجانب. جميل، الله يحفظك. هو فعلا هذه من الأشياء الهامة، أن الشخص يحاول يتعلم من الدرس أو من الظرف اللي مر فيه. الآن كثير منا خاصة مع تأجيل الأقساط، التأجيل هذا ساعد أنه يكون في وفرة، في سيولة في يده. مثلا اللي عليه أقساط 500 دينار، 700 دينار، 100 دينار، هذه معناها صارت الحين في يده، مو مصروفة، البنك ما قصها، ما أخذها. هذا معناه بإمكانه يعيد هيكلة مشترياته. هل يا ترى طيب لازم أنا أصرف؟ هل إذا عندي سيولة في يدي لازم على طول اليد تكون ما له داعي؟ لازم أحاول أتعلم من هذا الصرف، من هذا الوضع الجديد. أيضا هذا علمنا أن هناك أشياء نقدر نأجلها ونقدر نستغني عنها فترة من الزمن. في أشياء ما نقدر نستغني عنها أساسية، ولكن أقدر أقلل الكمية من أو المبالغ المالية اللي أصرفها عليها. بدل أنا أروح على سبيل المثال الحلاق كل يوم، أقدر أروح كل يومين، بدل كل يومين كل أسبوع. إذن هنا نتكلم عن تقليل. بنفس الشيء بالنسبة لغسيل السيارة، نفس الشيء بالنسبة لطلعات المطاعم، نفس الشيء. هاي الأشياء كنا نحن معتادين عليها جزء من يومنا، الآن وجدنا نفسنا من غيرها. ولكن قدرنا نعيش أو لا؟ قدرنا نعيش، وقدرنا نوجد البدائل المنزلية أيضا، سواء في المطاعم أو سواء في غيرها، حتى في الحلاقة اكتشفنا مواهب مدفونة كانت دكتور. اكتشفنا مواهب مدفونة. إذن هذا كله جزء من إعادة الهيكلة. زين، هذه النقطة الاستغناء عن أمور خدمات كنا نقوم بها، يعني نعتمد فيها على الغير، على المحلات وعلى بعض يعني في حتى في بعض المشتريات، يعني حتى في المطاعم كذلك ايضا. صحيح. يعني هذا الاستغناء وتبديله بامور، يعني ايش كثر راح يساعدنا في تغيير سياستنا وتغيير سياستنا الماليه وتغيير ثقافتنا الاستهلاكيه؟ بلا شك هذا يساعد، لكن ما اقدر اعطيك نسبه، لأن نعم. كل شخص هو أدرى بوضعه، كل واحد اعتماده على السلع الخارجية يختلف عن اعتمادي غير اعتمادك. نعم. كل واحد يعتمد بطريقة مختلفة. البعض عنده أصلاً مثلاً عامل في البيت أو خدامة أو كذا تغسل للسيارة، فما يحتاج يروح هناك إلا كل شهر مرة عشان يلمعها مثلاً. ولا البعض لا، هو ما عنده حد في البيت يغسلها، البعض هو بنفسه يغسل وعنده وقت متسع من الوقت، البعض أصلاً وقت دوامه طويل وما عنده وقت إنه يروح، خلاص رجع البيت مستوي. فلذلك تختلف النسبة من شخص إلى آخر، لكن المتفق عليه نعم. أن الجميع عندهم المجال هذا. نعم. بس بحكم الأريحية كان كل واحد دام فيه هني تكية خلني أتكى، لكن إذا شلتوها بقعد عدل أو لا؟ بقعد. وهكذا ميزانيتنا. نعم. ولذلك نجد أن الشخص بعد ما كان يصرف مبلغ كبير، الآن وجد أن مبلغ أقل يكفي لنفس نفس الهدف اللي بيحققه، إذن سيكتفي به. طيب مبلغ الزيادة هل لازم أشيله وأودي مصروف آخر؟ لا، أقدر أدخر. ولذلك بدأت تظهر بعد بعض المشاريع، يعني من الأشياء الجميلة، الأسبوع اللي طاف كنا قاعدين نسوي برزنتيشنات الطلبة وكذا في العمل. بعض الطلبة قالوا لي دكتور نحن قاعدين نفكر ببدء مشروع ويعتمد على التوصيل، الفكرة من زمان لكن كنا متكاسلين. الحين يعني بالعكس صار الوضع يستدعي. إيه، صار الوضع يستدعي. فكرتهم كان طبعا عبارة عن ريوق بحريني تقليدي شعبي لطيف وظريف ومع الأواني اللي يحتاجونها. يقول قبل الناس تروح لدى اللي يبي يتريق الريوق، وين بيروح؟ مطاعم. فلذلك هم لهم سوق. نعم. لكن الان صار يعتمدون على الطلبات، على التوصيل فقط. يقول فلذلك قام سوقنا. الحين قمنا نبدا المشروع. نعم. صارت الفرصه مواتيه. صح. اذا هذا جزء من اعاده اداره ميزانيه الاسره. جميل. دكتور، يعني ايضا في فئه اليوم لازم ما نغفل عنها. الاطفال.
احنا قاعدين نركز يمكن على الشباب، نركز على الابهات وعلى الامهات، بس بعد اليهال، يعني اليهال ايضا يمكن مصروفهم كان جزء اساسي من المصروف الشهري اللي يكون على رب الاسره. يعني مثل ما تفضل قبل شوي، اليوم انا الطفل ما قاعد يروح مدرسه، ما قاعد يستخدم الفلوس حق الكانتين، ما نوديهم مجمعات حق الالعاب. فهذه المصروفات وشلون نعلم الطفل على اليه الادخار والحفظ، امور يتعلم منها بعدين في المستقبل. جميل، هذه الاشياء فعلا، واحيانا نقدم دورات في هذا المجال، لان الطفل حسب المرحله العمريه اللي مر فيها نستطيع ان نعامله بالمصروف المدرسي، بطريقه الاعطاء، طريقه الانفاق على حسب مستوى الفكري والمرحله العمريه اللي مر فيها. على سبيل المثال لو بناخذ طفل في الابتدائي، اول ثاني ابتدائي مثلا، تو نتكلم عن عمر فئه عمريه صغيره، يفترض ما تقدر الفلوس مثل ولد الاعدادي او الثانوي، ذاك بيفهم علينا اكثر. ذاك اقدر اعطيه مصروف اعتمد عليه في مصروف الاسره، اقول له تفضل هاي 200 دينار عشان مصروفات هالشهر مثلا، اذا الوالده تبي شيء، اذا خواتك، اذا اخوانك، اذا كذا. اما الطفل الصغير شلون اعلمه؟ اقدر اعلمه شوي شوي عن طريق التجربه، شوي شوي. يعني في 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 ظل فتره كورونا بعض اولياء الامور ايش سووا؟ سووا عندهم براده في البيت. عنده طاوله محدده، هاي هني البراده، ما في براده تطلعون برا، هني البراده. شنو تبون من الاصناف انا بجيب لكم اياها موجوده هني. بدا هني يحاول يعلم الطفل شوي شوي. الولد اول يوم شنو كان يبي يشتري؟ ابي ذي، يبي الحلويات، يبي الشبس، يا بابا شوي شوي. ثاني يوم لا، الحين مسموح بقطعتين بس. بعدها شنو المفيد؟ شنو مو مفيد؟ مسموح بقطعه واحده في اليوم. اذا بدا يعلمه انه شوي شوي. بعدها ما عاد يعطيه فقط انه يعطيه البراده، وانما يعطيه الفلوس بناء على اعمال كمكافأة، اعمال سواها في البيت ويروح البراده. ايوه، ويروح بعدين البراده يشتري. انا اذا تسمح لي دكتور، يعني في تجربه زميله لي يعني سمعتها صراحه، يعني طبقتها مع عيالها وحبيت فعلا يعني فكرتها. علمتهم على موضوع الادخار وحفزتهم وقالت لهم يعني انتم لكم يعني مصروفكم الشهري اللي كنت اعطيكم مثلا خلينا نقول في اليوم دينار، ولا كنت اعطيكم الخمسة دينار حق الاسبوع. كل ما تجمعون اكثر تحطون في الحصاله، عقب ما تخلص الكورونا بوديكم مكان الفلاني تشترون تبونه. فاليهال صارت عندهم ثقافه المسك، ما يبون يصرفون. ليش؟ قاعدين يفكرون عقب ما نخلص كورونا نروح المكان الفلاني نشتري العاب، نشتري. حطوا هدف. خلاص حطوا هدف، وبالتالي قافلين على الحصاله حتى ما يعطونهم. اكيد. يمكن رقيه بعد مسألة الكورونا صارت يعني صار في وعي حتى عند الأطفال. صحيح. الأطفال صاروا حتى واعيين أن احنا ترى في تحدي. صحيح. احنا قاعد نمر في أزمة صحية معينة. صحيح. فاهمين شنو الكورونا يعني. صحيح. فهذه. صحيح. الأمر يعني هذه التوعية، هذه الشفافية تساعد أيضا على يعني نحن نغرس هي فكرة الثقافة الاستهلاكية عندهم، ولا ايش رأيك؟ هذا صحيح بلا شك. والفئات أو الأطراف المشتركة في هذه الثقافة ليس فقط الوالدين حقيقة، بالنسبة للأطفال بعض المقاطع الهادفة اللي نشوفها، البرامج الإعلامية الهادفة سواء كان الحكومية أو حتى القطاع الخاص، أو بعض المقاطع البسيطة اللي يسوونها مثل ما ذكرت الأستاذة، صديقة عندها تجربة معينة تم تعميمها وهكذا. هذه الأطراف كلها تساعد في خلق الوعي عند الطفل. نعم. هذا تفضل. يعني لكل تحدي أكيد في إيجابيات وسلبيات، لكن إحنا دائما ننظر إلى إيجابيات هذه الفترة. إحنا سعدنا جدا بالحديث معك دكتور بشر، أتوقع أيضا مشاهدينا أكيد استفادوا من الكلام اللي دار الدكتور بشر موفق، خبير في الاقتصاد والتمويل الإسلامي. شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا. شكرا لك دكتور. شكرا لكم. فاصل وراجع لكم مشاهدينا. طبيعة شغلنا تحتم علينا إن إحنا نقعد وايد في العمل، فلازم نحافظ على نظافة المكان ونعقمه ونركز على التباعد الاجتماعي، لأن سلامتك تبدأ بتجنب المصافحة، ولازم تستخدم معقم اليد وتلتزم بالإرشادات الصحية، وتحط في بالك دايماً إن هالمكان جزء من الوطن، والوطن لي ولك ولنا كلنا، وعلشان سلامتك تجنب الاختلاط، حافظ على نظافتك الشخصية، فكر في صحتك وصحة اللي حواليك. ترى البحرين تستاهل، لأن أمن وسلامة أهلي وأهلك أولوية. تراك غالي على البحرين مثل ما البحرين غالي عليك. موسيقى.
مشاهدينا ننتقل معاكم الحين إلى فقرة من البيت، واللي تعودنا أن يقدمها أحد معدي برنامج مجتمع واعي من البيت، تطبيقا لقرار العمل من المنزل وتنفيذا أيضا لمبدأ التباعد الاجتماعي. واليوم بيكون معنا عبر السكايب الزميل عبدالله الحسيني، وهو في البيت راح يقدم لنا هذه الفقرة. مساك الله بالخير عبدالله، تفضل عندك الكلمة. تفضل عبدالله. يا هلا فيكم زملائي، أمسي عليكم بالخير والصحة والعافية، وتقبل الله طاعتكم. أطلع عليكم البيت بمجموعة من المقاطع المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بس أعرضها وياكم بشكل سريع. ببتدي مع الأغنية الجميلة اللي نشرها حساب خدمات مطار البحرين في الإنستغرام، وتعبر عن غلاط البحريني عن ديرته، وخصوصا في ظل هذا التحدي اللي نعيشه. خلنا نتابع. خلك معاي وانت جاوزها سوايا البحريني، والله وعيك الدوا، خليك في البيت يرجع يعيش عالقوى، والله تستاهل البحرين وقفتك. وهو امر ظاهر للعيان في سلوك اهل البحرين الكرام، ببذلهم المخلص وانضباطهم الذاتي ووعيهم المسؤول. خليك فعلا البحرين باعت كل شيء علشاننا، ودورنا نرد الجميل لوطننا الغالي، ونلتزم بالتعليمات الصحية ونكون مجتمع واعي. أما في مقطع ثاني منتشر نشره الدكتور يوسف التندين من دولة الكويت على حسابه في الانستغرام، ويعبر عن جهود الطاقم الطبي في هذا التحدي الصحي. خلنا نتابعه ونرجع. في وايد أبطال بحياتنا، بس في ظروف تخنق طموح البطل. لما تستعد انك تواجه الموت بيدك وما تدري بعدها شنو مصيرك، التزامنا في مهنتنا واجب انساني، والتزامك بالتعليمات واجب وطني. احنا خايفين عليك وعلى الناس اللي ناطرينك، مثل خوفنا على اهلنا اللي ناطرينك. التزامك بالتعليمات هو البطوله اللي تساندنا بتنفيذ عملنا. خوفنا، توترنا، قلقنا، التزامك، جهدنا، تعبنا. أكيد تفقدون أهلكم وحبايبكم، إحنا فاقدينهم وإحنا معاهم عشان نحميهم. ألف تحية لكل عيون تسهر علشان الوطن. هذه كل اللي عندي زملائي، والحين عودة لكم في الاستديو. شكرا عبد الله، الله يعطيك الصحة والعافية. مشاهدين، يعني البحريني يوم عن يوم يثبت أن على قد المسؤولية، ويثبت للعالم كله أن قد التحدي الصحي اللي قاعدين نمر فيه، وبنتجاوزه إن شاء الله بإذن الله. هذا التحدي بأن المواطن البحريني يعتبر واعي منذ قديم الزمان، ويعيش وسط مجتمع واعي، ويحظى بقيادة خلت المواطن دائما في أول الاهتمامات، وسخرت من أجل القطاع الصحي بكل ما يحمله من إمكانيات وميزانيات ضخمة. بالتأكيد اللي يميز البحرين هو التكاتف بين الجميع، والتعاون الحاصل بين المواطن والمقيم مع الجهات المختصة لمواجهة فيروس كورونا. من البداية تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية من هذا الفيروس. قابل هذا الإجراءات التزام من الجميع وتطبيق مباشر بكل القرارات اللي من شأنها تعزيز الصحة العامة للمجتمع. اليوم احنا كلنا فريق البحرين، وكل من على هذه الأرض الطيبة هم الأول والأخير هو اجتياز هذه المرحلة الاستثنائية، والوصول بإذن الله لمرحلة التخلص التام من هذه الفيروس. فكل مواطن تمكن بوعيه وإحساسه بالمسؤولية منه، ويرسم أجمل لوحة لدعم الجهود الوطنية لمكافحة كورونا. بالتأكيد مشاهدين، احنا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم بكرة في حلقة جديدة. مع السلامة. مع السلامة.